بشوي بشوي يدخلك في عالم يسموه الثقة. تم تسطير برنامج تري على مستوى ولاية ورقلة، وهذا في إطار تحسيس المواطنين بالمخاطر التي قد يتعرض لها أثناء استعمال هذه الوسائط التي يتم استعمالها بكثافة. إذن عن طريق التشارك مع جميع الأطراف الفاعلة والناشطة في هذا المجال، تم تقديم مجموعة من الإرشادات للحماية من عمليات النصب والاحتيال، وذلك في إطار الجرائم السيبرانية. ومن بين هذه الإرشادات عدم إعطاء المعلومات الشخصية مثل الاسم واللقب، العنوان الشخصي، رقم بطاقة الائتمان، إضافة لعدم إرسال أي صور تتضمن أي وثائق شخصية على غرار بطاقة التعريف الوطنية، الصكوك البريدية أو البنكية، بطاقات الدفع الإلكتروني.